السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا متتبعي قناة زين بهاني. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة لهذا الفيديو هو فيديو تواصلي لأنه فيه تشكيلة من الحلويات اللي ما تبعتش المراحل ديالها كاملة. علاش؟ لأن المكونات كاينين في فيديوهات قبل عندي في القناة، وكذلك حتى المراحل، لا المكونات ولا المراحل راه غتلقاوهم في فيديوهات مختلفة، لأن لا الصابلي ولا طريقة التزيين وطريقة الكعب غزال أو لا أي حلوة راه عندي بأشكال مختلفة، مذاقات مختلفة. فقط كيبقى كيف ما قلت الفيديو تواصلي مع المتتبعين الكرام ومع الناس اللي سولوا عليا لا في القناة في التعليق ولا كذلك حتى في الخاص. شكرا لكم بزاف وربي يحفظكم. كيف ما كتشوفوا الشكل اللي هو جديد هو الشكل ديال الصابلي دائري بالشوكولا اسود. هو شكل دائري كيف ما كتشوفوا معايا في هذا الفيديو او لا في هذا المقطع. درته شكل دائري وبعد ما غيطيب غادي نلاقي بالخلطه ديال الصابلي كيف الشكل اللي غيكون من بعده. خلطهم بالخلطه اللي منزلها في فيديو خاص ديال الصابلي، مذاق رائع ديال الكراميل فيها، وزينته بالشوكولا اسود. وهذا هو الشكل الثاني ديال الورده، نفس الشيء كنت خدمته معكم في سيلبات، يعني بسيل بطريقه سيلبات درته بدوك البلاستيكه ديال سيلبات. جا هكا مزين اصلا، هذا لا درته سامبل وغاديه نزينه باللوز وكذلك بالخلطه ديال الفرومبواز او الصلصه ديال الفرومبواز اللي كتعطي واحد المذاق وشكل رائع. بالنسبه لهذا الشكل الدائري بعد ما لقيته بالخلطه ديال الصابلي درته في الشوكولات اسود وخليته حتى نشف. اللي بغى يديرو هكا في شبكه عنده باش يتصفى عادي ويجي نقي يعني في الجوانب كيجي احسن. انا فقط غير العجز اللي خلاني انني نديرو في بلاستيكا، وكديروا لي خطوط وغادي نضيف ليه عقيقات. الشكل الثاني هو الفقاس. الفقاس شاركته معكم ديال 6 البيضات، ديال 7 البيضات، ديال 3 البيضات، هذا الفقاس ديال 4 البيضات. غنقص منه اصفر بيضه للتزيين فقط. فيه كيف ما قلت 4 البيضات، كاس سنيده، كاس زيت، جوج معالق ديال الزبده كبار ما دايبينش، خماره وحده اللي بغى يدير فاني يديرها، انا ما درتهاش، شويه الملح و اللوز النافع جنجلان فقط. غادي نعملهم على هذا الشكل كيف ما شفتوهم هكا دي بودا، وغادي ندهنهم باصفر بيضه اللي نقصت مع قهوه سريعه الذوبان ونقطه ديال الخل، وغادي نزينهم بهذه الطريقه. نتوما زينوا باش ما عجبكم. غاديه ندخلهم الفران وهو بارد، وغاديه نقص عليه النار تماما ونحل الفران شويه غير نبرم باب واحد ديال الفرن. علاش؟ باش ما يتشققش. المهم ما تجهدوش عليه عفوا العافيه، وخليه الباب شويه مبرم ديال الفران، راه ما غيتشققش لكم نهائيا. وفي غير خماره وحده في هاد المكونات اللي قلت، خماره وحده فقط كافيه انه غادي ياخذ لكم واحد الحجم عالي كيف ما غتشوفوا معايا بعد ما غيطيب. بعد ما غادي يطيب غيكون عندنا واحد المنديل اللي شويه مفزقينو، غادي نغطيوه ونخليوه ساعتين، 3 سوايع، 4 سوايع، وليله كامله ما غاديش يخسر لكم نهائيا. قد ما بقى قد ما تاخر مغطي هكا بعد ما غيطيب راه مزيان لكم، يعني ما غيوقعش فيه نهائيا خسر، يعني ما غيتفرتات، ما غيتهرس، ما والو. الفقاس بعد ما خرجتو كيف ما كتشوفوه ها هو عالي، واخد هذا اللون مذهب، ما مشققش نهائيا من الفوق. الفقاس اللي صراحه اللي ما غتندموش عليه بهذه الطريقه، حتى المكونات بساط وكيعطي كميه لا باس بها. الوقت اللي كيبدا يصفر بحال هكا وكيتنفخ صافي غتخرجوه، لان قد ما خليتوه تحمر غادي يتشقق لكم يخسر. غادي نغطيه كيف ما قلنا، وغادي نخليه جانبا. اللي مزروب عليه غيعملوا في المجمد، يعملوا في المجمد واحد ما بين ساعه ساعتين عادي يخرجوا يقطعوا الا كان مزروب عليه. هو من الاحسن الفقاس كيدار هو الاول وكيبقى يخليه على جانب على ما وجدنا شحال من حاجه، هذا كنرجعوا ليه. خليته انا شي 5 سوايع، 4 سوايع، ما بين 4 و5 سوايع قطعته كيف ما كتشوفوا، ما جاش فيه نهائيا خساره، وجا واخد الشكل ديالو هو هذاك.
غادي نحمرو على عافيه كذلك مهيله، ما غتكونش مجهده باش يتحمر حتى من الداخل، وانا ما غنحمروش، غنخليه شي شويه مذهب لانه هو اصلا كيجي مقرمش. هذوك جوج معالق ديال الزبده وكاس ديال الزيت كيجي رائع. الفقاس شاركته معكم عدة مرات، لا ديال الكاكاو رولي، لا ديال المربى، ولا هذا راه درته معكم شحال من مرة، يعني صراحة غير باش يصدق، ما نجهدوش العافية باش ما يتشققش لينا من الفوق، ونخليوه مدة كافية حتى ليلة كاملة باش ما يوقعش لينا من يبداو نقطعو يجي هكا كيف ما كتشوفوه ملس، وما كيجيش فيه الخسران، يعني ما كيتفرتتش لينا في التقطاع. بالنسبة للشكل اللي غنشارك معكم هو كعب غزال. العقدة ديجا شاركتها معكم شحال من مرة وبشحال من مكونات، وكذلك حتى بالنسبة للعقدة ولا حتى العجين شاركت معكم في فيديوهات كتار. هنا درت الكعبة بحجم كبير كيف ما كتشوفوا، اللي ياكل جوج ثلاثة ياكل وحدة صافي. كيبقى دائما عامل الوقت هو اللي كيحكم. هنا بالنسبة للعقدة كيف ما كنقول راها كاينة في القناة، وكذلك كاين فيديو خاص هو قديم يمكن عنده شي عامين وشي حاجة فيه العقدة فيه العجين. شكلتها وخليتها مع الحال سخون، يعني غير واحد ربعة، المهم نشفت، خاصها غير تنشف تبان لكم العقدة من الداخل تكون نشفت. صافي كنعمل واحد الثقاب دهنتها بالزبدة اللي كتكون من نوع جيد، وغادي ندخلها الفران ما تكونش عافية مجهدة، غير الذهب كذلك حتى هي، وغادي نخرجها. ما غاديش، ما بقيتش كندهن صراحه ملي كنخرج حلوه اللوز خصوصا كعب غزال، ما بقيتش كنعاود ندهنها بالناباج، كتبقى عاديه كيف ما طيبتها كتبقى، ما بقيتش ندهنها بالناباج اللي كيعطي داك اللمعان، كيعطي حتى قسوحيه. ملي كندهنوها غير بالزبده وكنطيبوها وكنخرجوها راه كتبقى رطبه، وكيف الكعبه هكا اللي كتبع يعني كتبقى عاديه. هنا صافي غتشوفوها معايا بعد ما طيبتها، اللون ديالها ها هو مذهب، كتبقى عاديه ما فيهاش داك اللمعه ديال الناباج. اللي بغى ديك اللمعه راه غيدهن بالناباج، ما حدها سخونه يدهنها ويعاود يدخلها للفران غير شويه في البلاصه يخرجها، ما يخليهاش راه تحرق. هادو هما الشكيلات. كيف ما قلت الجديد هو الصابلي، الطريقه ديال التزيين ديالو راه سهله. هنا كنبغي نشكر الاخوات اللي سولوا فيا، خصوصا الاخت تازة، نسول فيك الخير حبيبتي، نتمنى تكوني حتى انت والعائله ديالك بخير وعلى خير. الفيديو اللي عملت في الاخر فقط فيديو غير نزلته حفاظا على القناه، وكذلك نتواصل مع المتتبعين الكرام، هو غير مقتطفات من فيديوهات قدام كانوا عندي، كانت فيه موسيقى ولكن عطوني على حقوق حيدتها، داكشي علاش نزلته بلا صوت. كتسولي علاش الصوت ما كاينش؟ بالفعل ما فيه الصوت، واخا كتبته لك في التعليق انا عاود قلته لك. شكرا شكرا، كنعاود نشكرك وربي يحفظك ويحفظ لك ما عز عليك، وشكرا لكم المتتبعين الكرام اللي دائما باقين في التواصل معايا، وكنلقى تعليقكم مره مره ولو انقطعت على التنزيل الجديد، ان شاء الله نبقى ننزل معكم نشارك معكم ولو حاجه بسيطه. وشكرا لكم بزاف على التواصل، الى اللقاء فيديو جديد بحول الله، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى اللقاء.